ارتفاع منحى الإصابات بفيروس كورونا أعاد انتشار بعض الممارسات غير المشروعة من قبل بعض المتعاملين والموزعين للأدوية المستعملة لمعالجة الوباء، وهو ما حذرت منه وزارة الصناعة الصيدلانية التي دعت إلى إلزامية التصريح الأسبوعي بحالة المخزون والكميات الموزعة والصيدلية المعنية. تسخيرة وزارة الصناعة الصيدلانية جاءت بعد نداءات الصيادلة حول فقدان بعض الأدوية خاصة الموجهة لمعالجة كوفيد، وأذكر منها موبينوكس ومشتقاتها، وكذلك بعض الأدوية من المضادات الحيوية ومضادات الألام، وكذلك بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية كما فيتامين دي وفيتامين سي والزنك. هذه الأدوية عرفت مؤخرا تذبذبا كبيرا لدى الصيدليات. الصيادلة بدورهم عبروا عن أسفهم الشديد من هذه الممارسات التي تؤدي بالدرجة الأولى لمتاعب تؤثر سلبا في المريض. وهذه التسخيرية جاءت لتحث كل المؤسسات الصناعية الصيدلانية في الجزائر بضرورة ضغط كل من في جهة في السوق لمواجهة هذا الوباء، خاصة ونحن نعيش يعني الموجة الرابعة وتصاعد في عدد آلاف المصابين بكوفيد. حلول استعجالية لجأت إليها وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل التجند لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا وتفادي سيناريو الموجة الثالثة، لكن تجار الأزمات وفي كل مرة يستغلون مثل هذه الظروف ويفرضون منطقهم، وهو ما يزيد الطين بلّة.